بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع مقرر نظرية المرونة الخطية تقديم عمرو رمضان. الكورس بيتكون من جزئين. الجزء الأول عبارة عن Introduction to Cartesian Tensors، والجزء الثاني خاص باللينير ثيوري اوف إلاستيسيتي. في الجزء الأول هنتكلم على الكارتيزيان تنسور وتعريفه والعمليات الأساسية المعرفة عليه، وإزاي نعيد صياغة قوانين اللي احنا خدناها في الفيكتور أناليزيس باستخدام الكارتيزيان تنسور. وفي الجزء الثاني هناخد مدخل لنظرية المرونة الخطية. الجزء الأول، المحاضرة الأولى، هي عبارة عن Introduction to Cartesian Tensor. في الـ outlines الخاص بالمحاضرة الأولى عايزين نعرف يعني إيه سكيلر، ويعني إيه فيكتور، ويعني إيه تنسور، وعايزين نعرف الكارتيزيان كوردينيت سيستم، الكرونيكال دلتا كمصطلح رياضي، والبرميوتيشن سيمبل أيضا كمصطلح رياضي، والوظائف الخاصة بالكرونيكال دلتا وعلاقتها بالبرميوتيشن سيمبل، وإزاي نعبر عن السكيلر برودكت والفيكتور برودكت والتريبل فيكتور برودكت باستخدام الكارتيزيان تنسور، بخلاف الطريقة التقليدية اللي احنا كنا متعلمينها في الفيكتور أناليزيس وبعض الابليكيشنز. السكيلر هو عبارة عن أي كمية قياسية عشان أعينها لازم أعرف مقدارها فقط، زي مثلا التايم واللينس والماس، دي كلها عبارة عن سكيلر كوانتيتي، زي مجموعة الأعداد الحقيقية، مجموعة الأعداد الكومبلكس نمبر، مجموعة الأعداد الريال نمبر، مجموعة الأعداد الراشونال نمبر والإنتجر نمبر والناتشورال نمبر، كل دي عبارة عن سكيلر متعرف عليها مجموعة شوية operations زي جمع والطرح والضرب والقسمة والايدنتيتي والحاجات خاصة بكل مجموعة. فبتوع الجبر يسموها جروب، وبتوع اللينير الجبرا بيسموها سبيس. الفيكتور هو عبارة عن تعميم شوية اكبر شوية، باننا عشان اعين الفيكتور لازم اعرف الماجنيتيود بتاعته والدايركشن، وبيبقى منسوب لمحاور احداثيات معينة، زي مثلا الفلوسيتي والاكسلريشن والفورس والمومنتم، كل ديت عبارة عن فيكتورز. علشان اعينها لازم اعرف حاجتين او ثلاث حاجات، لازم اعين مقدارها واتجاهها والاحداثيات اللي انا بنسبها اليها. طيب تعال نوسع مداركنا شوية وندرس التنسور. ايه هو التنسور؟ التنسور هو عبارة عن كمية لا تعتمد على اختيار المحاور، يعني انا الكمية التنسور ده ما بيعتمدش على اختيار المحاور، وليه كومبوننتس في كل سيستم انا بختاره. فالتنسور اقدر ان اقول ان هو تعميم للفيكتور والسكيلر. الفيكتور اقدر اعينه بصورة هندسية، بان انا اعين سهم بيدل على طول الفيكتور، والسهم بيدل على اتجاه الفيكتور، واقدر اديله احد حروف الهجاء الكبيرة او الصغيرة. الفيكتور هو عبارة عن فيكتور، ده فيكتور من السبيس 1 في 64، فهنا عدد العناصر 1 في 64، فده بسميه فيكتور. الماتريكس عبارة عن ماتريكس مكونة من صفوف واعمدة، عبارة عن ماتريكس 4 8 في 8، فده الفيكتور، ده الجرافيكال ريبريزنتيشن للفيكتور او التمثيل الهندسي للفيكتور، وده التمثيل الهندسي للمصفوفات. طب التنسور نمثله هندسيا ازاي؟ التنسور مشهور بان هو مالتي دايمنشن، وده مفيد جدا في دراسة النسبية العامة، بس مش التنسور ده، لان ده كارتيزيان تنسور، انما التنسور الاخر ده تنسور مختلف عن التنسور اللي احنا بنستخدمه دلوقتي. فانت لو بصيت للبلوك ده، ده عبارة عن بلوك مكون من 4 في 4، وده بلوك مكون من 4 في 4، وهتبص بقى نظرة عامة كده هتلاقي ده ايه؟ عبارة عن 4 بلوكات 4 في 4 في 4، فده عبارة عن N dimension. اذا
اقدر اقول ان التنسور هو تعميم للسكيلر وتعميم للفيكتور وتعميم للمصفوفات. يبقى السكيلر اقدر اقول عليه ان هو كمية قياسية، السكيلر كمية قياسية اقدر اقول عليه تنسور من الرانك زيرو، الفيكتور اقدر اقول عليه تنسور من الرانك الاول، المصفوفة اقدر اقول عليها تنسور من الرانك الثاني. الماثماتيكال ريبريزنتيشن للتنسور والماتريكس والفيكتور بالشكل ده، لو انا خدت مصفوفة او فيكتور بالشكل ده عبارة عن واحد في اتنين، ده واحد في تلاتة، وده واحد في تلاتة، كل ده فيكتورز بس الدايمنشن بتاعه مختلف. يعني ده واحد في تلاتة، يعني تلاتة في واحد، وده تلاتة في واحد، وده أربعة في واحد، وده واحد اتنين في واحد. لو انت خدت المصفوفة دي، ده عبارة عن مصفوفة اتنين في اتنين، ودي مصفوفة تلاتة في تلاتة، وده مصفوفة أربعة في أربعة. يبقى ده مع ده مع ده، كل ده بقى عبارة عن تنسور من الرانك التاني، عبارة عن تنسور من الرانك ايه التاني. لو انت بصيت للمصفوفة ديت، عبارة عن مصفوفة اتنين في اتنين، وكل عنصر من عناصر المصفوفة الكبيرة عبارة عن مصفوفة ايه صغيرة، فده بسميه مالتي دايمنشن. يبقى ده تنسور من الرانك التاني، ده تنسور من الرانك الرابع، سوري ده تنسور من الرانك التاني، وده تنسور من الرانك التالت، وده تنسور من الرانك الرابع. فالتنسور بيشير عادة إلى المالتي دايمنشن، وهو تعميم للسكيلر وللفيكتور. الكوردينيت سيستم، لو أنا اعتبرت إن عندي إكس وواي وزد، دي محاور إحداثيات بسميها رايت هاندد، بمعنى إني لازم أمشي في عكس اتجاه عقارب الساعة. متجهات الوحدة الأساسية I وJ وK في اتجاه الإكس والواي والزد، ودي متجهات طولها واحد، ثابتة المقدار وثابتة الاتجاه. هعبر عن الإكس بإكس واحد، والواي عبر عنها بإكس اتنين، والزد عبر عنها بإكس تلاتة، وهستبدل اكس واحد واكس اتنين واكس تلاتة باكس اي، والاي واحد واتنين وتلاتة. هروح اشيل الاي والجي والكي اللي هي متجهات الوحدة الاساسية عندي، واستبدلها باي واحد اي اتنين اي تلاتة، واستبدل اي واحد اي اتنين اي تلاتة باي اي، والاي واحد واتنين وتلاتة. طب انا بعمل كده ليه؟ عشان بعمل كده عشان لما اجي اعبر عن الصورة الكلاسيكية للمتجه A اللي هو بيساوي A واحد في I، اتنين في J، و تلاتة في K، بمشي على محور X بمقدار A واحد، وعلى محور Y بمقدار اتنين، وعلى محور Z بمقدار A تلاتة. النقطة الاخيرة اللي اوصل عندها هو ده المتجه A. طب انا عايز اعبر عنه بقى بطريقة جديدة خالص تدل على استخدامي لمفهوم التنسور، فهسميها A بتساوي AI EI اللي هي الصورة دي، أعبر عنها بالصورة دي. وهنشترط إن الI بتساوي واحد واثنين وثلاثة، يبقى أنا كده في الثري دايمنشن. لو الI واحد واثنين يبقى أنا فين؟ في المالتي دايمنشن، في التو دايمنشن. وهنتفق إن أي إندكس متكرر مرتين هو عبارة عن ايه؟ سميشن، لكن انا هحذفه. يبقى الاندكس اللي هيكرر مرتين هحذفه، ويبقى هو ده السميشن، والاندكس ما يتكررش اكتر من مرتين. الكرونيكال دلتا دي سميت بعد اكتشاف العالم كرونيكال سنة 1823 و 1891، ولو انت متذكر في الجبر الخطي هي مصفوفة الوحدة في الجبر الخطي. فدلتا اي جي بتساوي واحد لو الاي بتساوي جي، وبتساوي صفر لو الاي لا تساوي جي، وهي مصفوفة الوحدة عناصر القطر الرئيسي بتاعتها بتساوي ايه؟ واحد، وفوق بصفار وتحت بصفار.
دلتا اي جي لو الاحداثيات اللي انت بتتعامل معاها متعامده، دلتا اي جي بتطلع من حاصل ضرب اي اي دوت اي جي، تديك واحد لو الاي بتساوي جي، وتديك صفر لو الاي لا تساوي جي، اللي هي كنا بنسميها متعامده مثنى مثنى. الاي دوت اي تدي واحد، واي دوت جي تدي صفر، واي دوت كي تدي صفر. لاحظ حاجه كمان، ان من خواص الكرونيكال دلتا ان دلتا اي جي بتساوي دلتا جي اي. معناها ايه؟ معناها ان انا لو دورت المصفوفه دلتا اي جي مفيش تغيير هيحصل، الصف هيفضل محتفظ بنفس ترتيب الاعداد اللي موجوده فيه اللي هو القطر الرئيسي زي ما هو بواحد. وفي حاجه كمان، لو انت عملت سميشن على الاي دلتا اي اي بتساوي 3، معناها ايه؟ ان انت جمعت الحدود دي على بعضها. البرميوتيشن سيمبل او بيسموها ليفي سافيتا سيمبل بيتعرف بالشكل التالي، هو عباره عن حاصل الضرب الثلاثي للاي اي دوت اي جي دوت اي كي، وبنرمز له بالرمز ابسلون اي جي كي، حيث بيدي موجب واحد لو الاي والجي والكي ايفن برميوتيشن. ايفن برميوتيشن يعني ماشيين عكس عقارب الساعة، بمعنى ان انا هقول اي جي كي ماشي تمشي موجب. طب لو بدأت بالجي يبقى جي كي اي تمشي موجب، لو بدأت بالكي تبقى كي اي جي برضو تمشي موجب، وتساوي ناقص واحد لو هي اود برميوتيشن. اود برميوتيشن انت عايز الاي هتبدأ من الاي بس خدت العكس، اي جي كي يبقى ده يدي سالب، وصفر اذروايز، بمعنى ايه؟ ان انت لو خدت اي اتنين اندكس متساويين تدي صفر. ولذلك هتلاقي ابسلون واحد اتنين تلاتة، ابسلون اتنين تلاتة واحد، ابسلون تلاتة واحد اتنين بتساوي واحد، ابسلون اتنين واحد تلاتة، ابسلون تلاتة اتنين واحد، ابسلون واحد تلاتة اتنين بتساوي ناقص واحد، وابسلون واحد واحد، ابسلون اتنين اتنين، ابسلون تلاتة تلاتة، كل ده بيساوي ايه؟ اصفار. طيب ايه وظيفة الدلتا بقى او الكرونيكال دلتا؟ الدلتا وظيفتها ان هي بتدخل على اي عنصر دلتا اي جي لما الجي تتوافق مع الجي اللي فيه الدلتا، الجي هتروح مع الجي ويفضل لنا مين؟ الاي. يبقى دلتا اي جي اكس جي تدي اكس اي. الكلام ده ما اقدر اثبته بان انا اعمل سميشن على الجي، ما هو ده اصلا عبارة عن سميشن على الجي بتساوي من واحد لحد تلات. وليه جي مش اي؟ لان جي هو اللي مكرر مرتين، لما تعمل سميشن على الجي يديك تلات حدود. طيب خد الاي بقى بواحد يديك دلتا واحد واحد تتساوي اكس واحد، لما تاخد الاي بتساوي اتنين يديك اكس اتنين، لما تاخد الاي بتساوي تلاتة يديك اكس ايه؟ تلاتة. الجي اللي هو الصميشن ده مقيد بوجوده مرتين يبقى صميشن، انما الاي بيسموه الفري اندكس. الفري اندكس ده بيديك المعادلات الافقية، بيديك المعادلات الافقية، انما الجي بيديك الحدود مجموعة على بعضها. اذا دلتا اي جي لما تخش على اي، مش هنقول فيكتور بقى ولا رمز، هنقول ايه؟ اي تنسور، تدور على الاندكس المشابه للاندكس اللي عندها تقوم تلغيه وتستبدله بالاندكس الاخر اللي هو الاي. دي اول وظيفة من وظائف الدلتا. طب الكرونيكال دلتا البرميوتيشن سيمبل وظيفتها ايه؟ انت عندك المحددة ديت بتفكها ازاي؟ بلغ الصف والعمود، يديني الحد الاول، الصف الثاني والعمود الاول، العمود الثاني والصف الاول يديني الحد الثاني، الصف الاول والعمود الثالث هيديني الحد الاخير، وهطبق قاعدة الاشارات موجب سالب موجب. طيب اقدر اكتب الكلام ده بدلالة البرميوتيشن سيمبل؟ اقدر اكتبه، هيبقى ايبسلون اي جي كي اي 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 واحد، اي جي اتنين، اي كي تلاتة.
يبقى الإبسلون دخلت في تعريف المحددة دي. طب العلاقة ما بين البرميوتيشن سيمبل والكرونيكال دلتا اللي هي لو أنا عندي إبسلون I J K إبسلون L M N هي عبارة عن الديترمنت للمصفوفة دي دلتا I L دلتا I M دلتا I N الآي رقم الصف وده الصف الآي رقم I J دلتا J L دلتا J M دلتا J N هنا J ما تغيرتش بتغير الاندكس رقم 2 عشان الصف ما تغيرش اللي تغير العمود نفس الكلام هنا لما تيجي تفك ده هتلغي صف مع عمود يديك دلتا جي ام ناقص دلتا اي جي ان في دلتا كي ام تاخد الاشاره الناقص وتلغي الصف مع العمود يديك الحد الثاني هتاخد الاشاره الموجب وتلغي الصف مع العمود الثالث يديك الحد الاخير هحط او هضع الاي بتساوي ال عشان اخصصها شويه لما تحط الاي بتساوي ال اللي هيحصل هيبقى عندك دلتا اي اي وكل ال هنا اختفت ما اصبحتش اصبحت غير موجوده هنعمل ايه ده هيدي 3 لما اوزعه ولما ده يدخل هنا هختصره وابدا اعمل عمليه الاختصار للدلتا يعني ده لما يخش مع ده في هنا اي وفي هنا اي هيختزلوا ولما يدخل مع ده في هنا اي وفي هنا اي هيختزلوا دلتا برضو اي هنا لما يدخل هنا الاي هتختزل مع الاي ونستبدلها بالان وده لما يدخل هنا الاي هتختزل مع الاي ونستبدلها بالان اوصل للعلاقه دي في الاخر خالص هوصل الى ان العلاقه المهمه دي ان ابسلون اي جي كي ابسلون اي ام ان بتساوي دلتا جي ان دلتا كي ام دلتا جي ام دلتا كي ان ناقص اعكس بقى جي ان كي ام سوري جي ان في الاول كي ان كي ام بعد كده هنعكس هيبقى جي ام كي ان العلاقه دي اطبقها امتى لما الاندكس الاول في الابسلون الاولى يساوي الاندكس الاول في الابسلون الثاني يبقى الشرط ده لازم الاي دي هي نفسها تبقى الاي دي طب لو ما تحققش الكلام ده اعمل ايه لو ما تحققش الكلام ده لازم ابدل لو ما تحققش الكلام ده لازم ابدل الاماكن الوظيفة الثانية دلتا اي جي كي اي جي لما تدخل على ابسلون اي جي كي ال الجي اي والجي هما نفسهم الاي والجي هنا تدي صفر واقدر اثبت الكلام ده بان انا اجمع على الجي مرة واجمع على الاي مرة تانية وفي الاخر الاقيها بصفر طب ابسلون اي جي كي ابسلون اي جي ال لاحظ هنا الاثنين اندكس متساويين هستخدم العلاقه اللي انا لسه ثابتها دلوقتي يديني 2 دلتا كي تي رقم 4 ابسلون اي جي كي ابسلون اي جي كي بيساوي 6 واقدر اثبت الكلام ده طيب عايزين نستخدم بقى اللي احنا قلناه ده علشان نوظفه في وظيفه نقدر نتعامل بيها ازاي نعبر عن السكيلر برودكت لأي عدد من الفيكتورز بدلالة التنسور لو فرضت ان انا عندي فيكتور A بيساوي AIEI فيكتور B DJEJ فيكتور K CKEK والI والJ والK زي ما اتفقنا من 1 ل 3 A dot B هي عبارة عن A في EI dot DJ في EJ AI وBJ دولت سكيلر يطلعوا بره يفضل مين
ei.eg. ei.eg لو تفتكروا هي عبارة عن ايه؟ دلتا اي جي. إذن a.b هي عبارة عن دلتا اي جي في aibj. ممكن اخرج ال اي جي برا واخد الدلتا مع البي، او ممكن اخد الدلتا مع الاي، وانما في الاخر هيطلع لي ايه؟ الدلتا. هتلاقي اندكس مشابه للاندسيز بتاعتها، تقوم تطلع لي اي جي بي جي. ده اول استخدام للدلتا، ان السكيلر برودكت هو عبارة عن اي جي بي جي. وطبعا هنا الاندكس متكرر مرتين، فده معناه عبارة عن ايه؟ سميشن على جي من واحد لحد ثلاثة اي جي بي جي، اللي هي بيساوي اي واحد واحد اي واحد بي واحد زائد اي اتنين بي اتنين زائد اي ثلاثة بي ثلاثة. طيب الفيكتور برودكت نعمله ازاي؟ زمان كانوا بيقولوا لنا حط الاي كروس بي في مصفوفة، الصف الاول يحتوي على متجهات الوحدة الاساسية، والصف الثاني بيحتوي على مركبات المتجه الاول، والصف الثالث يحتوي على مركبات المتجه الثاني. وقعد بقى سعادتك فك المحددة ديت، الغي الصف والغي العمود، وطبق قاعدة الاشارات سالب وموجب، والغي الصف مع العمود، والغي الصف مع العمود، واحسب كل ده يطلع لك ثلاث حدود بالمنظر ده. هل في طريقة في التنسور تبسط لي الموضوع ده؟ تعال نشوف. الفيرست كومبوننت هي عبارة عن 2 ب 3 ناقص 3 ب 2، اللي ممكن اكتبها ايبسلون 1 2 3 2 ب 3. لاحظ الترتيب 1 2 3 2 3، هنا ايبسلون 1 3 2 وهنا 3 2. المركبة الثانية اللي هي اي 3، المركبة الثانية اللي هي نين، اللي هي دي المركبة الاولى، ودي المركبة الثانية. تعال نشوفها كده. المركبة الثانية اي 3 بي 1 اي 1 بي 3، انا عايز ايبسلون فيها 2 و 3 و 1، هتبقى ايبسلون 2 3 1 اي 3 بي 1 ناقص ايبسلون 2 1 3 اي 1 بي 3، تطلع لي ايبسلون 2 جي كي اي جي بي كي. المركبة الثالثة 1 2 2 1، يبقى الايبسلون 3 1 2 وايبسلون 3 2 1 حسب ترتيب الرموز دي، يبقى ايبسلون 3 1 2 وهنا يبقى ايبسلون 3 2 1 اهو، يبقى ايبسلون 3 جي كي اي جي بي كي. اذا اي كروس بي اللي هي المركبة العامة في اتجاه محور الاي بتساوي ايبسلون اي جي كي اي جي بي كي. العلاقة ده هي لو انت عملت عندك الجي والكي مكررة مرتين، يبقى ده دبل سميشن. لو فكتها هيطلع لك العلاقة دي، لو فكتها يطلع لك العلاقة دي. طيب تعال نشوف الكلام ده نقدر نوظفه ازاي في التريبل فيكتور برودكت. عندي ثلاث متجهات، والتريبل فيكتور برودكت هو A دوت B كروس C. كانوا بيقولوا لنا زمان حطوا عناصر المتجه الاول في الصف الاول، وعناصر المتجه الثاني في الصف الثاني، وعناصر المتجه الثالث في الصف الثالث، وفك المحددة دي. فهتاخد مننا وقت. طيب اقدر بقى استنتج علاقة باستخدام البرميوتيشن سيمول تختصر لي كل ده؟ اقدر. A دوت B كروس C هي عبارة عن عوض بقى بمركبات كل متجه، اهو عوض ال A وال B وال J سكيلر يخرجوا برا، هيفضل عندي EI دوت EJ EK. EI دوت EJ دوت كروس EK هي عبارة عن البرميوتيشن سيمبل. إذن A دوت B كروس C هو عبارة عن إبسلون IJ K EI BJ CK. يبقى اذا الفيكتور التريبل فيكتور برودكت او التريبل سكيلر برودكت اقدر اعبر عنه بالشكل ده. مثال عايز اثبت ان A كروس B كروس C هي عبارة عن B A دوت C ناقص C A دوت B. بالطريقة التقليدية عشان تثبت الكلام ده محتاج
تختار مركبات المتجه A ومركبات المتجه B ومركبات المتجه C. يعني هتفرض الـ A بواحد بواحد A1 A2 A3 وهتفرض الـ B بواحد B2 B3 وهتفرض الـ C C1 C2 C3 وتحسب الضرب القياسي ده هو الضرب الاتجاهي للثلاث متجهات وتروح على الطرف الأيمن تحسب لي A دوت C يطلع كمية قياسية و A دوت B يطلع كمية قياسية تضربه في المتجه C وفي المتجه B يطلع لك المتجه ده لازم يطلع يساوي الطرف الأيسر يساوي الطرف الأيمن. طب ما نيجي نستخدم التنسور بقى عشان نثبت الكلام ده. عشان نثبت الكلام ده انا هاخد البي كروس سي واسميها دي. ايه اللي هيحصل؟ يبقى A كروس B كروس C هي نفسها A كروس D في اتجاه المتجه الوحدة في اتجاه المركبة I او المركبة رقم I. A كروس D هي عبارة عن إبسلون جي آي جي كي إي جي دي كي. تمام. طيب الدي بقى احنا عايزين بقى نعين الدي دي كي ده. الدي كي هي عبارة عن ايه؟ بي كروس سي في اتجاه المركبة كي او المركبة رقم كي. هنا في حاجة بقى لازم نشترطها. انت عايز المركبة في اتجاه محور كي. إذن الإبسلون بتاعتك لازم تبدأ بك. يبقى إبسلون ك إم إن واختار رموز غير اللي أنا اخترتها في الأول. يعني ما رحش اختار جي كي تاني. لا اختار إم وإن إم سي إن. بعد كده أعمل إيه؟ أروح واخد الإي كي دهوت اللي هو الطرف الأيمن ده وروح معوض بيها. إيه اللي هيحصل؟ هيبقى عندي إبسلون اي جي كي اي جي ابسلون كي ام ان بي ام سي ان. طلع لي ده بره هيبقى ابسلون كي اي جي كي ام ان. هلاحظ هنا ان الجي هي اللي متكرره بس مكانها مش في الاول. لازم اخليه في الاول. اخليه في الاول ازاي؟ ان انا اعيد الترتيب الرموز بتاعه الابسلون دي. هتبقى ابسلون كي اي جي يبقى كده ايفن بيرميوتيشن مفيش تغيير في الاشارات. اذا اقدر اطبق القاعده ان الاندكس الاول هنا هو نفس الاندكس الاول هنا. اذا هيديني دلتا اي ام دلتا جي ان. اعكس بقى يبقى اي ان جي ام اهي واروح معوض بيها هنا يطلع لي دلتا اي ام دلتا جي ان ناقص دلتا اي ان دلتا جي ام واي جي بي ام سي ان بره. اوزعهم جوه اوزعهم هنا. لما اوزع هيبقى عندي دلتا اي ام اهي دلتا جي ان ما عملتش حاجه دلتا اي ان اهي دلتا جي ام واللي بره ده دخل جوه. طيب اعمل ايه بعد كده؟ ادور على الرموز او الانديسيز المشابهه للانديسيز اللي موجوده في الدلتا. يعني انا اخد ممكن اخد ده مع ده وده مع ده دلتا اي ان مع سي ان ودلتا جي ام مع بي ام او مع اي جي زي ما تحب مش هتفرق. اوصل للعلاقه ده زي ما اخترت انا كده نفس التوزيعه. هنا ده هيدي دلتا هيدي بي ار اهي وده هيدي اي ان اهي وفي سي ان بره اهي تبقى هنا. تعالى هنا اي جي زي ما هو ما معكش دلتا. هنا في ام مع ام هيدي بي جي اهي وهنا دلتا اي ان سي ان الان هتروح مع الان يدي اي جي جي. سوري دي جي
يبقى هنا سي اي اي جي بي جي يديني هنا ده هيبقى بي وده عبارة عن اي دوت سي عشان دي كمية قياسية دي سي وهنا هيبقى اي دوت ال بي دي العلاقة اللي المفروض ان انا اثبتها. مثال تاني عايز ده كهومورك عايز احسب اي دوت بي كروس سي ده حاصل ضرب ثلاثي بس في جزء قياسي وعايز احسب اي كروس بي كروس سي كروس دي وعايز احسب اي كروس بي اي كروس البي دوت سي كروس الدي اللي هي العلاقة دي وعايز احسب او عايز اثبت ان اي كروس بي دوت بي كروس سي كروس سي كروس اي هيساوي اي بي سي الكل تربيع. طب الكلام ده اعمله ازاي لما يكون عندي تراكيب مختلفة كده؟ في الحالة ده هيت بسمي اي كروس بي متجه جديد خالص وسمي سي كروس دي متجه تاني يبقى عندي اتنين متجه ضرب قياسي اطبق قاعدة الضرب القياسي الاتجاهي باستخدام البرميوتيشن سيمبل. نفس الكلام ده هعمله هنا مع الاي كروس بي هسميها متجه اخر والسي كروس دي هعمله متجه اخر واضرب ضرب اتجاهي. نفس الكلام هعمله في الاخر هنا اسمي ده متجه مثلا وليكن بي وده سمي متجه وليكن كيو وده هسميه متجه اخر وليكن دبليو واضرب ده باستخدام حاصل الضرب الثلاثي وطبق القواعد اللي انت اتعلمتها من خلال المحاضرة تقدر توصل للطرف الايمن. شكرا جزيلا على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.